ولا فلس يعني يا راجل انت؟ هما العلف اللي هو فيه ده كله جاله منين؟ يا فوزي يا فوزي، لا بد ان تفهم، هذا الورث من الست التي ربته، اضف الى ذلك ورث المرحومه زوجته، لا بد ان تفهم. بقول لك يا راجل انت، الكلام ده كله مش داخل دماغي، عليا النعمه انا ممكن اقطع صوابع ايديا ورجليا واملا لكم البيت ده عقل صوابع تمشي تلخبطكم، انت ما تعرفنيش. لقد تذكرته. ايوه كده، هو لازم اقطع نفسي عشان تتذكرته؟ قول. لقد ترك لك ابوك 3 بدلة و2 قميصين. 3 بدلة و2 قميصين؟ ما سابش شرابات؟ والشماعات اللي كان فيهم التلاتة بدلة والقميصين سابهم ولا لا؟ بقول لك ايه يا عم خان، انا كنت بهزر معاك، انسى كل اللي انا قلته. اوعى تفتكر يا عم خان ان انا جاي عشان فلوس ولا ورث. فواز ده لحمي، لحمي يا جدع، اخويا، لا بد ان تفهم. اسود، الراجل الهندي ده بيعمل ايه؟ يكونش جايب واحده من بنجلاديش مصاحبها هنا؟ ها الهنود بيحبوا البنجلاديش دي 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 ان شاء الله مع انهم حبوا بعض. جمانة، ايش هذا الصوت؟ ديك تكتم ديك تكتم في الصباح. خان، حزم لها الفنجان يمكن يرقص. كلكم تدرون ما احب الصوت عالي في الصباح، بيعصبني، بدي هدوء هدوء. سوري مستر فواز. ويا مال الشام، والله يا مالي طال المطال يا حلوه تعالي. ايه مائده الرحمن دي؟ صباحنا عسل ملزق في السندوتشات. يا فوزي صباحك فل حبيبي، نورت بيت ابوك يا اخوي. يلا عينك في الصحن اللي قدامك. بالنسبة فواز، أنا كنت عايز أتكلم معاك في عدة مواضيع مختلفة يعني. إيش؟ نتكلم؟ أنت ما تستحي على وجهك؟ ما شايفني أفطر؟ ولا شيل الفطور عشان سيادتك تتكلم؟ يلا تعالى يا شباب، شيلوا السفرة عشان الباشا بده يتكلم على الصبح. نور بيت أخوك يا فوزي. وأنت كنت بتعمل إيه إمبارح يا قط؟ أبي أرباب كسامي كوش مطبول نيا ربك يا بولتايا. بريك أبو تايا بابا تيرا ما تقلبش فيها بتبت شم فجأة. كنت بتعمل ايه؟ يا نهار اسود، ده الاكل هنا فعلا محتاج جلاليب. انا هفتح سوسته البنطلون مش قادر، كرشي نزل في وراكي، هعمل ايه؟ بطلة تنفجر. يا دي الجنان ده، وماشي تتحنجل كده، مفيش صباح الخير يا عمي. الواد ده حدواني قوي، الواد ضربني بالبنيه. جود مورنينج داد. جود مورنينج يا زيد. داد انت وعدتني انك هتيجي معايا في البيرنتس داي الاسبوع اللي جاي. يا حبيبي كبرت يا حبيبي ورحت المدرسة، ونفسك أبوك يجي وياك. مين حبيب بابا؟ يا زيد. مين روح بابا؟ يا زيد. مين عقل بابا؟ يا زيد. والله ما أنا رايح وياك، روح عني، دخلت علي دخلة واحدة خسرت $1,000,000. نفس أمك الله يرحمها كانت تدخل تخسرني. رحمة الله عليك يا أمو يا زيد. دار بس أنا كل أصحابي أهلين حيجي معاهم في البيرنتس دي، اشمعنى أنا؟ ولد تكلم زين ويا أبوك، يلا روح. حرام كده مستر فواز. يزيد استنى يا حبيبي. ده والله غبي، والله غبي، كان في زيتونه كنت اموت عليها. بقولك ايه، ما تعرفيش ال 3000 درهم في دبي يعملوا كم درهم في دبي؟ ايه لا شكلك مالكيش في دبي. المهم صباح الفل. ايه ده؟ حسنتك يا جمانة. مالك يا فوزي حسنتي ايه؟ اشربي شاي. شاي؟ مش عايزة شكرا. خلاص ربنا يخليك يا فواز، أول مرة أعمل شوبينج. أول مرة تعمل شوبينج؟ لا قصدي الأسبوع ده، أصل لازم كل أسبوع أعمل شوبينج من الجمعة للجمعة. أنت عارفة لو جه عليا سبت من غير ما أعمل شوبينج أرجع الأربع على طول تلاقيني. تعالي. مرحبا. فين؟ إيه رأيك بقى ندخل نجيب الحاجات اللي أنت عايزها؟ لا 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 أنا أجيب الحاجات دي؟ لا الأذواق بصراحة بيئة وبلدي موت، يعني بص القميصي وبنطلوني، أنت تعرفي الفرق؟ لا 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 صح. بقول لك ايه، انت بتتكلمي مصري حلو قوي، انت مصريه؟ لا انا من اصول ايرلنديه، بس بقالي سنين عايشه في الخليج وبتكلم مع المصري مصري ومع الخليجي خليجي ومع اللبناني لبناني.
ولغات أجنبية كتير كمان. مية أنا كده برضه بتكلم مع المصري مصري، ومع الإسكندراني إسكندراني، ومع الفيومي فيومي، ومع الفكهاني منجاوي. قشطة يعني قشطة. مستر فوزي حضرتك جاي تشتري ولا ترغي؟ لا بصراحة أنا جاي أرغي بصراحة. بس أنا فرحان فرحان بصراحة، المول حلو قوي. أنت ما قلتليش صحيح، بقالك قد إيه بتشتغلي مع أخويا فواز؟ بقالي تقريباً 3 سنين، تعرفت عليه في أوروبا ومن يوميها وأنا بشتغل معاه. 3 سنين؟ ده أخويا فواز ده غبي جداً، ما فكرش مرة في 3 سنين يعرض عليك الجواز أو على الأقل يتهجم عليكي. إيه؟ لا سوري، أصل أنا صريح شوية، أنا بقالي معاكي 3 ساعات ونفسي أعمل كده بصراحة. أصل مستر فواز راجل محترم وهو وافي جداً للمرحومة مراته. طب انا محترم ووافي جدا للمرحومه امي، من يوم ما ماتت ما حنتش لاي ام. سيبك من الكلام ده، سيبك، انا نفسي اوريك اللبس الجديد عليا، هتنبسطي قوي. فوزي ايه؟ ايه ده؟ هلبس. لا مش هنا يا فوزي. مش هنا ايه؟ وفي حد فيهم دفع لي فلوسه؟ ايه اللي مش هنا؟ لا فوزي دي فلوسي. الله فوزي مش هنا. انت مش فاهمه حاجه. ايه ده؟ انت مش فاهمه حاجه، اسكتي. مش عارفه ليه قلت لك الكلام ده، يمكن عشان فيك حاجه خلتني كده ارتحت لك. هي نظراتي، انا عارف نظراتي فظيعه. لا كده انت فاكك عفوي هلهطه يعني. يا بنتي انت مش عارفه بتكلمي مين. انزلي الدقي، انا من معالم الدقي زي كوبري الدقي بالظبط، من معالم القاهره. انت عارفه برج القاهره ده؟ انا هو دفعه واحده، هو ما شاء الله كمل وانا مش عارف ايه اللي وقفه. في حاجه غريبه، انا بغرق ولا ايه؟ انا حاسس ان انا بغرق. انا بغرق يا الله يا جمانه. شوفي لي غطاس تاني. دوله اوروبيه نحط لها نقطه تدينا اسم عالم ذره. ها يلا. ها مش عارفه. لا فكر ايه اللي مش عارفه، فكري. دولة أوروبية نحط نقطة تدينا اسم عالم ذرة. طب قولها والنبي. هاخد 100 درهم. اوكي؟ اوكي. قطر نحط لها نقطة تبقى قطز. هو قطز عالم ذرة؟ ويعني هي قطر دولة أوروبية؟ حلوة صح؟ طب قول واحدة تانية. ما بتعرفيش حاجة. والنبي. واحدة؟ 200 درهم. اوكي. ها؟ ليه القوطة؟ الطماطم، عارفة الطماطم؟ قليلة الأدب. ها؟ عشان حمراء؟ لا. ها؟ عشان مدورة؟ لا. ها؟ طب ايه؟ عشان بترقص في الخلاط. والله بقولك ايه؟ بقولك ايه؟ بقولك ايه؟ انا عايز اسالك على حاجه. اشيل الحاجه ديت ولا تقل من قيمه البضاعه؟ ما انا بقول لك شيلها. لا خليها خليها. بقولك ايه، ممكن اسالك سؤال؟ هو انت ليه ما فكرتيش في الجواز لحد دلوقتي؟ هو انت في حد غرغر بيكي ولا انت معقده؟ غرغر؟ انا اسف اذا كنت بتدخل في ملابسك الشخصيه. نعم؟ قصدي الداخلية، أنا متلخبط. مالك يا فوزي؟ ما تنيلتيش اتجوزتي ليه لحد دلوقتي؟ ما بفكرش في الموضوع ده. فوزي، أنا اتربيت في ظروف صعبة. بابايا ومامتي ماتوا فقرة جدا، وسابوني لوحدي. عارف يعني إيه تكون محتاج حاجة وما تعرفش تجيبها؟ تكون محتاج أكل، ما تلاقيش تاكل؟ كل ده يخليني ما عنديش استعداد ان اخسر اللي وصلت له علشان حب وجواز وخلفه. عرفت بقى ليه مش عايزه اتجوز؟ ياه ده انت تافهه قوي. نكدتي عليا وعلى اللي جابوني. انا مالي عايزه تاكلي ولا ما ان شاء الله عنك ما طفحتي. ايه النكد ده؟ اكسكيوز مي. هلو هلو. شايفه العيال المفرفشه اللي تفتح النفس؟ عن اذنك هروح اكحت النكد اللي عملته لي. اوكي. يا بنت الحلال قلت لك الزغزغ. يا ام انا قلت انا الزغزغ. الله ملعونه الله ملعونه. انا قلت لك انا الزغزغ. يا بنت انا اتعب. انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ انت مش فاهمه. يا زول اوراق سليمه، ليش ما بعتوا شحنه الادويه من الدنمارك؟ مش عارف يا فندم، انا حاولت كتير اتصل بمستر روجر مش عارف اوصل له. اسمع يا جو، الدواء هذا لازم يوصل المستشفيات في اسرع وقت. يا ماما يا بنتي، مو انت اللي سريعه، هم اللي سرعة. انت شوي شوي، اصبعي عصبي يا بنت. تدري يا جو، اصحى. تدري يا جو، انت وجمانة اللي بنعتوني بهذه الشركه، انا ماني مرتاح منها من زمان، وعقدها معقد وشروطها معقده. ماما شوي شوي، انا اللي المس بطن قدمي والله تلاقي كتافي تور تور. بس توكيل الدواء ده يا فندم كان مكسب كبير قوي لشركتنا، وسعادتك شايفه الطلبات عليه قد ايه؟ اسمع اقول لك، انت فك اصابع رجلي اليسار، خذيها وياك وركبيها بعد الميتنج. يلا يلا امشي 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 امشي. اسمع يا جو، انا ادري كل كلامك، اطلبه لي على التليفون. حاضر يا فندم. الصراع الدموي في العراق وفلسطين مرورا بلبنان.
هل هي حرب لتصادر المشروع الأمريكي في المنطقة؟ كيف ستتعامل يا بنتي؟ كفايه اللي بنشوفه ده، دمنا بيتحرق. ما كل يوم بنتفرج على المناظر دي، في حد بيتحرك ولا في حاجه بتتغير؟ هو بقالنا كام سنه كل يوم تتاخد مننا قطعه، كل يوم تتاخد قطعه. انا حاسس بعد كده هيعملوا اوفر، اللي ياخد قطعتين ياخد قطعه هديه. اه والله الشعوب العربيه عيني حالها عامل ازاي دلوقتي؟ النص جاله السكر والنص التاني مش لاقي يشتري السكر. سيبك من الموضوع ده وخلينا في علاقتنا. علاقة ايه مستر فوزي؟ لا 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 بلاش مستر فوزي، شيلي الالقاب بقى. يعني قولي لي يا استاذ فوزي، يا فوزي بيه، لعلمك انا عادي مش معقد. اوعى. ايوه كده، فرفشي فرفشي كده. علاقتنا مش المفروض تتطور شويه؟ نطورها ازاي يعني؟ يعني استلطاف، استظراف، اغتصاب. هي فهمتني غلط ولا ايه؟ أبو شامة علامة. نهارك اسود، أنا قلت الراجل ده بيجيب بنجلاديش جديدين في البيت. سلوى ماي دارلينج، سلوى ماي لاف. اخ يا سلوى، اخ يا سلوى، لو كان الامر بيدي كنت اعلنت الخبر للعالم كله. لكن هذا مستر فواز، هي دونت لايك ذا دوجز. ممكن هو اذا يعرف ان انت موجود هنا ممكن يقول انت وخان سوا سوا اطلع برا. اذا صحيح الشكوك اللي جوايا. مش معنى يا فندي ان اخويا مديك الامان وسايب لك بيته تبرطع فيه انك تسمح لنفسك تمارس الرذيله والفشحاء. مستر فوزي انا اخرس. اما لو كنت وسيم شويه كنت بهدلتنا يا واد ولا ايه؟ ها ماشي. اسمها ايه القطه؟ هذا مو قطه. اسمها ايه الكتكوته؟ هذا ما في كتكوته. انا مش هطلع لها باسبور، وبعدين انا مش شايف بني ادم، شايف قطعه. مين دي؟ اسمها ايه؟ سلوى. سلوى؟ اسمها بالعربي ايه؟ سلوى. سلوى. لو سمحتي يا اختي سلوى، قومي اطلعي بره البيت بدون شوشره. خلص خالص. استنى عليا. لو سمحتي قومي بدل ما اشد اللحاف واشوف حاجات انا هموت واشوفها. كده؟ اوكي. كلبه. ذكر كمان؟ هذا كلب المرهومة زوجتي الله يرحمه. هذا زوجة مالنا كان فيها. انت يعرف هذا مستر فواز لو يعرف انه هذا كلب موجود ممكن انا وهذا كلب سوا سوا تردي برا. استغفر الله العظيم، ظلمتك يا خان. ورغم ذلك كلام اخويا فواز لازم يمشي. الكلبة دي لازم تطلع برا البيت. اطلعي برا البيت يا كلبة يا بنت الكلب. يا كلاب ده انا يا سلوى، انا حدش غريب. قول لي وحياه ابوك، ازاي انت والكلبه بتحبوا بعض كده في حين ان الجنسين مختلفين خالص؟ هي كلبه وانت هندي. يعني العبها، ادلعها، اغني لها. تغني لها؟ ده انت اكيد في ملعبي. بتغني لها ايه؟ اغني لها اغنيه هندي واجد حلو قبل النوم. كلمات الاغنيه تقول